السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم متابعينا الكرام اذا كنت تمتلك هذه الاواني المنزليه بهذه المواصفات فاعلم بان هذه الاواني قد تكون ثمينه جدا اولا قبل ان نبدا فلا تنسوا دعم القناه بلايك واذا كنت اخي المشاهد اول مره من تشاهد فيديوهاتنا فلا تنسى الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ونبدا ان شاء الله على بركه الله ربما تكون عندنا هذه الكنوز في المنزل أو نصادفها في أحد الأسواق فيجب عليك التعرف على هذه الأواني الثمينة كما تشاهدون سواء في هذه الأنواع ديال الموديلات ديال البرارد أو كمضيلات البرارد العصريين اللي غادي نشاركهم معكم أيضا في الصور وكذلك الصواني القدام اللي غادي نشاركهم معكم أيضا في الصور وأيضا غادي نشارك معكم هذا النوع ديال الختم الموجود في هاد الاواني ضروري نقلبوا نعدي الاواني بهذا الشكل هذا ونقراو في الاسفل ديالو الكتابه الموجوده كما تشاهدون هنا اذا كان هذا الاسم مكتوب في الاواني الموجوده عندك اخي المتابع او وجدتها في احد الاسواق فاعلم بان هذه الماركه ثمينه جدا فهنيئا لك كيفما الكتابات الموجوده هنا وايضا هذا النوع متابعينا كتلقى فيه بعض الضماغات بهاد الاشكال هادو إذا كان موضح اكثر في الصوره متابعينا هادو راهم ما الثمن الموديلات اللي ساويين الثمن هما اللي غادي معكم في الصور كما تشاهدون في الصوره هاد الصوره الاولى كيف ما نوع ديال البراد بهذا الشكل هذا وكاين موديلات وانواع عده راه ماشي غير هذا الموديل كيف ما غادي تزيدو في الصور بهذه الاشكال هادو وكذلك هذا النوع من الصينيه كيف ما كتشاهدوها هذه الصينيه المشهوره والمعروفه متابعينا ربما توجد في بعض المنازل انتبهوا لهذه الموديلات كيف ما كتشاهدوا في الصور هذه الموديلات ديال الصينيات بهذه الاشكال هذه وكذلك دابا غادي نمروا الانواع ديال الختم او الضمغات الموجودين في هاد الاواني كيف ما كتشاهدوا الانواع ديال الاختام الموجوده في هاد الانواع ديال البرارد تذكروا هاد الانواع ديال هاد الكتابه متابعينا ريتشارد رايت مانشستر تذكروا هاد الاسم وهاد الانواع ديال الضمغات الموجودين كثلاثه ديال النجمات او دمغات اخرى وكذلك موجودين هاد الدمغات في الموديل ديال الصينيه ضروري يكونوا بهذا الختم وبهذه الكتابه هذه كيف ما قلنا لكم ريتشارد رايت مانشستر هذا الموديل هذا الاغلب ديالو كيكون مطلي بالفضه او كيكون مصنوع يكون مصنوع من الفضه الموديل اللي غادي يكون مصنوع من الفضه السعر ديالو غادي يكون مرتفع جدا وكذلك الموديل اللي مطلي بالفضه حتى هو السعر ديالو لا باس بها المرجو ان تكونوا استفدتم من هذه المعلومه والسلام عليكم